مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. يومي الأحد والاثنين استقرار وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، لكن يوم الثلاثاء انخفاض قليل وأمطار بإذن الله، والأربعاء والخميس وبقية الأسبوع حتى يوم الجمعة استقرار على الأجواء بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية المتوقعة يوما بعد يوم، بدءا من يوم الأحد. يوم الأحد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، درجات الحرارة حول معدلاتها ولكنها تميل للبرود بالليل أو باردة نسبيا. المناطق الشمالية العظمى 15 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 15 إلى 9، المرتفعات الجنوبية 15 إلى 8، الأغوار البحر الميت 25 إلى 15، وخليج العقبة 23 إلى 14، والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 8، والبادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية. يوم الاثنين ارتفاع آخر إن شاء الله على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل، وأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا نهارا، باردة نسبيا ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 17 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 17-9، والمرتفعات الجنوبية 16-7، والأغوار البحر الميت 25 إلى 15، وخليج العقبة 24 إلى 13، والبادية الجنوبية الشرقية 19 إلى 8، والبادية الشرقية 19 إلى 8 درجات مئوية. يوم الثلاثاء إن شاء الله انخفاض على درجات الحرارة، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والشرقية من المملكة، وأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا مع أمطار على فترات بإذن الله. درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية 15 والعظمى والصغرى 7، المرتفعات الوسطى 14-7، والمرتفعات الجنوبية 12 إلى 7، الأغوار البحر الميت 23 إلى 13، وخليج العقبة 21 إلى 14، والبادية الجنوبية الشرقية 16 إلى 7، والبادية الشرقية 16 إلى 5 درجات مئوية. يوم الأربعاء استقرار على الأجواء مرة أخرى وارتفاع قليل على درجات الحرارة، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا نهارا، العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 16 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 15 إلى 9، والمرتفعات الجنوبية 15 إلى 9، والأغوار البحر الميت 25 إلى 15، والخليج العقبة 24 إلى 15، البادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 9، والبادية الشرقية 16 إلى 5 درجات مئوية. يوم الخميس إن شاء الله ارتفاع آخر على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا نهارا، وأيضا تميل إلى البرود ليلا، لكن بتكون الأجواء لطيفة في ساعات الظهيرة وما بعد الظهر. والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 18 والصغرى 10، المرتفعات الوسطى 18-9، والمرتفعات الجنوبية 17-10، والأغوار البحر الميت 26 إلى 16، وخليج العقبة 24 إلى 15، والبادية الجنوبية الشرقية 20 إلى 9، والبادية الشرقية 18 إلى 6 درجات مئوية. يوم الجمعة ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، أجواء ما بين مشمسة وتظهر بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 19 والصغرى 9، المرتفعات الوسطى 19-9، والمرتفعات الجنوبية 19 إلى 9، والأغوار البحر الميت 26 إلى 16 درجة، وخليج العقبة 25 إلى 15، والبادية الجنوبية الشرقية 23 إلى 10، والبادية الشرقية 24 إلى 11 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع